ضيفي ببيناتنا مشاهدينا متعدد المواهب وكتار بيعرفوه بما انه كان صاحب يعني احد اهم النايت كلوبز بلبنان، وهو بالاضافه لهالشيء مغني قدرت اغانيه تحتل المراكز الاولى وقدرت كمان تدخل الى سيديات البودا بار، وايضا فاشن ديزاينر. الي كرم صباح الخير. يسعد صباحك. هذا الميكرو بنعوزه بس للغنى، انت عندك ميكرو فيك تحطه اذا بدك. بس يا كرم ما عم بسمع صوتي. لا ما ضروري انت تسمع صوتك، نحن عم نسمعك. فيك تحط البلادور اذا بدك على جنب، نسمعك من الميكرو عادي، حطه خليه على جنب. اوكي. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحي. لكن هالغنيتين قدرت يعني بهالسي دي توصل لاعلى المراكز، امتى بلشت تفكر انه تغني وعرفت انه صوتك حلو؟ من انا وصغير بغني بالدوش. امتى فكرت انه تحترف الغناء وتغني؟ Actually it went by كنت مرة كان عندي صديق أليكو حبيب قال لي ليه ما بتعمل دعايتك انت بصوتك؟ حطني بالموتور ونزلنا على الاستوديو لعنده ومن هونيك قلعت. اكتشفت ساعتها انه صوتك حلو فيك تعمل فويس اوفر لدعايات او انا عملت اول شيء فويس اوفر لمحلتي اللي هي ليجند بالكسلي بس بعدين عملت للفوياجور وسيفرال ديفرنت شركات بالعالم يعني بس ما بحب سميها. رح نبدا بفيديو كليب لك، خبرنا شوي عن الفيديو كليب قبل ما نشوفه. فيديو كليب بعد ما انا بتشكر كثير 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 صديقي العزيز جهاد المر، هو البركه. وقت عملنا الفيديو كليب رحت على اذاعات كثير رفضوني يعني تلفزيونات، دقيت باب جهاد وفتح قلبه بقى بالنسبه لي بده بركه وهو اللي مشى الفيديو كليب بالام تي في اكسكلوسيف. شو اللي نجح هالغنيه وخليها تفوت الى سي دي البودا بار 5؟ لحنها كثير حلو، لحن كتير حلو، كلماتها كتير حلوة. اتصوري في محلات مثل ديسك جوكي صاحبي كمان بيقول لي سجلت الدقة على 1 سي دي ريبيتينج يعني ذا سيم سونغ ريبيتد يعني مثلا انت بتحبي واحد ليسمعوه عدة مرات. اكزاكتلي يعني هي بتقول كلماتها كتير حلوة. شو بتقول كلمات؟ بعد ما تعودنا عليهم راحوا تركونا في الحال، نسيوا اللي كان يداويهم، جرحونا وجرحوا الموال. And it's in English and Arabic. ومشان هيك اخذوها بودا بار، بودا بار 5 تراك 7. لكن خلينا نشوف الفيديو كليب الاول وانتهى حديثنا. Thank you. She forgot.
قديمة عودنا عليهم راحوا تركونا في الحال نسيوا اللي كان يداويهم جرحونا وجرحوا الموال بعد ما عودنا عليهم راحوا تركونا في الحال نسيوا اللي كان يداويهم جرحونا وجرحوا الموال. بتهدي الأعصاب بالغنية، بس بنسمع الميوزك بنعرف ليش بودابار اختارت تكون بالسي دي. مين الموسيقى ومين الليركس؟ الموسيقى اول شيء الموسيقى طارق ابو جودي صديق العزيز، وبالنسبه لي كمان الملحن الاول بلبنان وبلاد العربيه. وكلماتي انا، كلماتي انا استوديو سيبا توني والي، وتصوير إلي عادي الكلام مش إلي أسعد كلام. إلي عادي الكلام. خليني أسأل، تمرنت على الغناء لما اكتشفت إنه صوتك حلو؟ لا تطول. ما تمرنت؟ نو. قررت عادة إنه أنا مثلا I live in Italy، ضلني بين إيطاليا وباريس، مثلا بسان جيرمان بنزل 606 جاز كلاب. I'm a fan of music، يعني مجمع بحياتي لهلا 27,000 سي دي وديسك طبعا، وعلى طول ان ريسيرش اوف نيو اند اولد ميوزك. شو الموسيقى الاحب لك؟ اي اكثر شيء بتحب؟ الجاز. انا ام كول بيرسون، اي لايك كول ميوزك، سو ايفري ثينج موستلي كول جاز، كول بلوز، عربي، منير بشير. لما بتنجح غنية هالقد إلي بتخاف إنه تعمل غيرها؟ بتقول بركي ما نجحت قدها؟ عامل وحدة عكس هيديكي، هي كلها حب. هيديكي أول وحدة تركتني المرة. هلا أنا بقلها بالدقة جديدة، هي كلماتي وألحاني بالسي دي جديد، واسمه السي دي أنت الهوى. خلينا الكلمات لبعد هالبريك سريعة، بتخبرنا على الغنية الجديدة اللي كمان احتلت مراتب أولى بالتوب. بنتابع حديثنا مع إلي كرم. إلي كنت عم تقلي إنه بالغنية الثانية، بأول غنية تركتك، بتاني غنية شو رجعت؟ نو يعني هيدي مش تركتني أو شيء، بس لأنه يعني كان في موضوع يعني موضوع شوي حزين وهجر. هي it's a love song that is very romantic، يعني مدخل فيها ستيل بودابار. هي اسمها أنت الهوى واسم الألبوم كتر خير الله الألبوم بالفيرجن I'm number four بالشارتس، يعني أنا تعجبت ومحبين كتار، وفي كتير عالم يمكن ما بتحب صوتي بس إنه ما مجربين يسمعوا. سو بعد ما أول شيء نزلت الدقة 2003، وهلا صار في سي دي كامل ب 16 دقة، غير هو دبل سي دي بونس بعد ما هلا أنت الهوى معمولة بالعربي بالانجليزي كمان. اخترت تعملها بثلاث لغات، ليه عم تعملها بثلاث لغات؟ كرمال بودابار سي دي يعني رح كمان تفوت بودابار. انا بحب اعبر هلا بالكلمات بتتغير، وعاملها حتى نمبر 7 از انسترومنتال بس ميوزك وانا لاعب العود. اوكي. هي الحاني وكلماتي وتوزيع توني سيبا والي سيبا. كيف بتعمل الحان انت مش يعني مش دارس موسيقى؟ انا بلعب موسيقى وقت العب لحن وأكيد بحاجة لموزع حدي وقت لحن. شو كلماتها هالغنية مثلا؟ هي بتقول أنت الهوى، روحك هوى، والقلب من غيرك هوى، أنت الدواء للي انكوى، يا نعيش سوا يا نموت سوا. ما بحب كتير كلام، بكل بساطة دو كوبلي أو هيك أو هيك. Exactly. أنت هيك بالحياة؟ Actually شوفي أنا أو أبيض أو أسود؟ صراحة أنا شغلتي إنه أنا جوزاء وهورس بالصيني كوريكت بحياتي بإذن الله. الجوزاء عندهم دبل بيرسوناليتي ولا لا؟ لحلي شو هي، برافو، بعلمها لكل الجوزاء اللي بيقولون إن أنتوا جوزاء. أوكي، فيرست وان إز جود، سكند وان
is very very good. منيحة. No serious, it's we are peaceful people. It's an air sign. برج هوائي. ليه هالقد مهتم بالأبراج إلي؟ بتقرا عنهم ولا بتقدر كمان؟ لا نو أنا يعني عم بتدخليني بشي ديب. I've been going to India for 42 years. I'm kind of ما فينا نحكي. I'm kind of I studied in India. Every year I go for one month, disappear to the Himalaya mountains. شو بتعمل؟ كيور؟ مثل هالشباب. لا مش كيور. Meditation. Meditation. And music. Music ستنا أهم شيء بالحياة. لأنه إذا ما بعرف كانوا الدكتورز قبلي نص الراس هو المشاكل اليومية شمال. يعني ضربت العربية، تلفنت لجوزي، شيك مرتجع، ما بعرف. مخ اليمين هو art، شقفة اليمين، art and music. سو أنا عادة باللجن بالكسليك بمحلي من السبعة للوحدة أنا بقعد البنات بفلوا من العشرة لساعة أنا بسمع ميوزيك وأصحابي الفنانين والزبونات بيجوا. نشوف بعض الصور لألك مع الفنانين. كنت صاحب يعني كوكو كلوب اللي هو كان نايت كلوب كتير مشهور ببيروت بالأشرفية. ليش بطلت؟ مش بطلت متعبة؟ مش بطلت ستنا خمس سنين بزيادة سكرته بعده مثل ما هو. مثلا عم بعمل كلوب برايفت اسمه The Hey Hey Club on the beach, very private, lounge music. هو الكوكو كلوب اللي كان اوريجينال كتير فيه كان مثل الجنجل جوا. انا عايش جنجل يعني انا يمكن ما خلقان مستشفى خلقان بغابة. بحب القصب. عم نشوف صور هون. هذا الكوكو كلوب يعني. هذا شغل ايد ستنا وكل شيء شغل جوا. اخذ 11 شهر مرتي وبنتي ما شافوني اذا بدهم يشوفوني يجوا لهون. الحمد لله. كيف. وشو كان نوع الميوزك اللي كنت تحطها بهذا؟ أنا كل شيء دف يعني كيف بدي أقول لي أنا ريسيرشر بنبش على تراكات حلوة وبجمعها مع بعض و I was the DJ. كنت الدي جي بالمحل. وين بتلاقي حالك أكثر؟ هلا جيميناي ودبل بيرسوناليتي وعندك كثير جود اند فيري جود جود اند فيري جود اند اكسلنت لحالك. الله يديمك. بين دي جي وفاشن وميوزك وملحن ومغني. دي او اند ام ان ارت ام 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 بينتر تو مجموع هدول الي كرم الانتين. الهامبل اللي بعدني على الارض. شو بترسم الي؟ بخرتيش بيطلع شيء بس ما عندي شيء ببلي. بس ما انك محترفه مثل الغناء يعني بترسم لألك؟ نو نو نو. ما بتبيع لوحاتك او بتعمل معارض؟ نو نو. بعطيهم للاصحاب. وكمان بتجمع سيارات او عندك هوايه بالسيارات؟ كمشتين. من ميني كوبر عتيقه عندي 12 وحده. انا اخذتها بعد جون لينن السوداء اللي بتضل لحد المحل بالكسليك اشتريها بالاوكشن بلندن. ليش ميني كوبر بالذات؟ I love the ميني كوبر. إذا بتسوق الميني كوبر القديمة بتطلع عليها بغنجة إنه it's a lovely car وعندي collection. بس حجمك اسم الله كبير على ميني كوبر صغير. تقعدي بالميني إلي مسعد صاحبي بقعده هاي سيارة؟ بتلاقيه مرتاح بإني خي شو مهضومة قدي صغيرة. Yeah it's a nice car. This is my favorite. This is my favorite. بتجمعهم بتشترك فيهم ب ما بعرف براد بمعارض بهيك ولا بتجمعهم بس لإلك؟ مع الشبيبه كلها ميكانيسيان دهين كذا وبكزر بيناتهم بنبسط. I live on the beach, I need the beach. يعني بس لإلك هدول السيارات بس لأنها هي هواية شخصية لإلك إنك تجمعهم. It's nice antique يعني إذا بنرجع بلدنا كتير حلو. تعال نرجع على الإستوار تبعنا شي بجنن. أنا عايش بإيطاليا بس برجع لهون دخيلك نعنع وكيس عرق شو في أحلى من بلدنا؟ اللي إمتى بتعمل بعد غنية جديدة ولا هلأ ناطر على أنت الهواء؟ كتر خير الله دبل سي دي بالفيرجن بنصح العالم نزلوا ب10,000 ليرة مش دعاية لأنه حسب الحالة بلس فيديو كليب بعد ما سو بالفيرجن موجود ديسك جوكي موجود وبالبورد موجود. طيب كنت ناوي تغني لنا قبل هذا بعدك بدك تسمعنا شيء؟ غني لي غني مقطعين ثلاثة هيك اوكي بس ذيس از اوت اوف ذا سي دي. هيدا السي دي جديد الطالع عم بعمل دبل جديد كله بلوز اند جاز. اوكي مثلا في وحدة عم بعملها بيبي بيبي بيبي
please let me have your private number. مثلا أيوة حبيبي. لوي أرمسترونج is my idol. What a wonderful world. هلا في سد في دقة بالسي دي بالإنجليزي بتقول hey baby hey. Hey baby hey. Hey baby baby hey. طبعا في كتير عالم سمعين دعاية الليجند. هلا آخر واحدة عملتها مع صديقي العزيز وليد عاصي باكس راديو بدون ميوزيك. Don't you find all men's clothes boring and everybody wearing just the same? Legend clothes are smooth and classy, hip and happy, but not hippie. أنا بالليجند بفتح للوحدة بالليل عكس السير. عم نشوف مجموعة من الصور لإلك هون وين؟ هاي فينيس، هيدي بكونسرت بكارتاج. هيدا إيميليو عضيمي حبيب قلبي عمل لي كاريكاتير عن حالي وحسه مزبوط. هاي بالكوكو كلوب. كنت دي جي بنفس الوقت بالكوكو كلوب؟ هون سوري قطشتي، كون بمس تونس كنت ضيف الشرف 2005 وغنيت مع صديقي لطفي بوشناك حبيب قلبي. هيدا فاشن شو ليجند كمان مخرج تونسي. هاي جيرمن من دوسلدورف فرقة جاز غنيت معه. نحن نقول لك جود لك للسي دي الجديد. ثانك يو سو ماتش. انبسطنا بصبحيتك وموفق شو ما بتقرر تعمل بعدين وبنبقى منتابع اخبار. ويعيش لبنان ويعيش ام تي في وجياد المول. ثانك يو. ان شاء الله على طول البريك ومنتابع بلايف. خليكم معنا.